السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية الطارف وبالضبط في بلدية بن مهيدي لنتعرف على هذا المشروع الرائع اللي فيه قرية سياحية ومجمع عائلي تاع إيواء، وكذلك فيه حديقة مائية، يعني مجمع ترفيهي متكامل يتربع على مساحة 2.4 هكتارات، ويقع كما قلنا في بلدية بن مهيدي بولاية طارف. إذن نخليكم تابعوا جانب من الأشغال تاع هذا المجمع العائلي الترفيهي بولاية طارف، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.